معنا عبر الهاتف من السليمانية حسن محمد أحمد، عضو مجلس محافظة صلاح الدين. أهلا وسهلا بك يا سيدي الكريم. بداية، ما هي حقيقة الأوضاع حاليا في توس خورماتو؟ تفضل. أهلا وسهلا بكم وبقناتكم الموقرة. أهلا بك. أولا في البداية أؤدي جلالة والاحترام إلى روح الشهداء الأبرياء والشفاء العاجل للجرحى ورؤية العوائل لأبنائهم المفقودين الذين لم يروا أخبار عنهم. آنستي الكريمة، الوضع في توس خورماتو مأساوية. تقريبا 10,000 عائلة كردية نزحت إلى الوديان والقرى النائية بدون أخذ أي شيء معهم، وهم في حاجة الماسة إلى كل شيء. والوضع في داخل القضاء وضع مأساوي. لقد نهبت وسرقت أكثر من 2000 دار للمكون الكردي، وحرق ونهب أكثر من تقريبا 300 محل التجارية، ومن ضمنها 19 مطاعم ومكان العمل في المعامل البلوك والمعامل الأخرى، وكذلك تدمير الشبكة الكهربائية وحرق المولدات الأهلية ونهب وسرق المراكز الصحية في داخل الأحياء الكردية، وحرق ونهب السيارات للمواطنين، وأيضا سيارات الحمل والصهاريج التابعة للكتبة، وأيضا حرق وأخذ وسرقة الجرارات والحصارات والشوكولات التابعة للمعامل في محل العمل، وكذلك زهق أرواح المواطنين أكثر من 15، ولحد الآن بعض أنعاشهم داخل الأبنية المهدومة على رؤوسهم، وخطف أكثر من 5 نفرات ولحد الآن مصائرهم مجهولة، وكذلك عشرات من الجرحى، وكذلك الوضع مأساوي لحد الظلم. طيب سيد حسن، وكذلك نعم، يعني كما ذكرت هناك عمليات نهب وحرق للممتلكات وكذلك للمواطنين، يعني هذه هي نتائج العمليات العسكرية من تاريخ 16. هل أنت شخصيا تعرضت لعمليات حرق أو نهب؟ يعني هناك من أنباء تقول بأنك شخصيا تعرضت لهذه العمليات. الوضع أيضا في المنطقة في المدن المحيطة كيف هو الآن؟ والله أيضا نحن مواطني قضاء توس خورماتو، وفي نفس القضاء ويوجد عشيرتي وأبناء عمومتي، وأنا في داخل القضاء كذلك حال حال الناس النازحين، ونزحت مع المواطنين الذين في داخل توس خورماتو. ولذلك نطلب وندعو كل منظمات الإنسانية والحقوق الإنسان وإلى كل أناس الأحرار في العالم بأن يلجأوا إلى هذه النداء وليوقف هذه النزف والخطف والسرق والحرق وتدمير البيوت. تي إن تي تقريبا أكثر من 80 بيت ودار للأهالي قد تفجرت، وكذلك حرق ونهب 5 إذاعات محلية وتلفزيون واحد، وأيضا مولدات الأهلية. سيد حسن، نعم سيد حسن، يعني جميع ما تم ذكره، بغداد برد لها تنفي بعدم احتمالية حدوث هكذا شيء، بماذا تردون على ذلك؟ لدينا صور توثيقية ولقطات الفيديو، وكذلك لدى المنظمات الحقوقية للإنسان في العالم بواسطة الأقمار الصناعية، وهذه يوجد توثيقات في كافة وكالات الأنباء، وأيضا يوجد لدينا كل هذه الأعمال بالفيديو تصوير، وأيضا في تصوير
كوتو أيضا نعم توثيقها لدينا وموجودة، وأي طرف يحتاجها نقدر أن نرسل إليها نسخة منها. طيب سيد حسن، هل تعتقد أن هذه الأعمال هي من الممكن أن تكون محض انتقام، أم هناك أهداف معينة وراء هذه الأعمال؟ ومدينة فورماتو تعرفون فيها مكونات سنية وشيعية، كردية وعربا وتركمانا أيضا، لذلك نحن نناشد، وكنا قد عشنا سابقا بصورة أخوية ووئام، وكذلك في خلال السنين الماضية، لذلك يمكن أن هذه أعمال انتقام وأعمال يمكن أن يدرج في نهج تغيير الديموغرافي في قضاء طوس فورماتو. وهل على الأعمال الذي قامت بها أناس ضد المكون الكردي، وسابقا كانوا هذه الأعمال ضد المكون العرب السني، كانوا داخل أحيائنا وأحضان نخوتهم الأكراد آمنين من الأيادي القتل والخطف والنهب أيضا. إذا عبر الهاتف من السليمانية حسن محمد أحمد عضو مجلس محافظة صلاح الدين، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.